في عالم العطور قليل قوي لما بلاقي عطر بقف عنده. وانا شخصيا يعني النهارده بتكلم على عطر من العطور اللي خلتني اقف عندها شويه، لان العطر ده بيعيشني حاله. يعني ايه حاله؟ يعني عطر بياخدك من زمان لزمان وبياخدك من مكان لمكان. وانا النهارده حبيت ان انا اخدكم رحله عطريه مع الاجواء الجميله دي والمزرعه والخيل، لان فعلا العطر ده بيعيشني الحاله دي. الحكايه دي هي حكايه عطر جوتشي هودنتنس. اهلا بكم في حكايه عطر، معاكم عمر نبيل. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، ويا رب كلنا ان شاء الله نحقق كل احلامنا. النهارده حبيت ان انا ابدا معاكم السنه الجديده بريفيو جديد ونعمل رحله عطريه مع بعض. زي ما احنا شايفين كده انا دلوقتي في الصحراء وخيل وهواء طلق، لان العطر اللي بتكلم عليه النهارده عطر مرتبط معايا بالاجواء دي جدا. عطر يعني انا بحب استخدمه في الاجواء دي، لان العطر ده بيديني احساس بالقوه بالفخامه، بيحسسني ان انا امبراطور في نفسي. ما شفتش حاجه ادتني الفخامه ولا العزه دي الا من عطر جوتشي انتنس عود. فالنهارده ان شاء الله بنعيش الرحله مع بعض باجواء تصويريه خارجيه، وانا حبيت ان انا اشارككم الرحله دي معايا. يعني بنعيد عليكم بقى بالسنه الجديده، وعايزين ان شاء الله ان احنا كمان نطور في البرنامج، فحبينا ان احنا نربط اجواء العطر اللي انا بحس بيها تبقى لايف قدامكم. لان طبعا زي ما قلت لكم ان العطر ده بالنسبه لي يا جماعه بيمثل حاله، بياخدني في رحله، مش حاجه بس انت بترشها كده وخلاص، لا ده هي حاجه كده بتعيشك اجواء في منتهى الجمال. جوتشي انتنس عود من يعني عايز اقول لكم من العطور اللي هي وظفت نوته اسمها العود بشكل احترافي جميل. يعني انا لما برش العطر ده كده في الصحراء وبستمتع بيه حاجه يعني في منتهى الجمال. يعني بجد يا جماعه العطر ده يعني انت لو عايز تستمتع بيه فعلا وتعيش بيه تجربه حلوه جدا، خده كده في الهواء الطلق واطلع بيه في الصحراء واقعد. وعايز اقول لكم هو مش شرط على فكره ان انت تستخدمه في اجواء صحراويه بس، يعني بصوا يعني حتى الحصان مستمتع بيه معايا، تحس ان هو يعني مبسوط جدا منه. يعني حاجه فيها فخامه. طبعا هشرح لكم وصف العطر بالتفصيل، وهقول لكم العطر ده بيتكون من ايه، وايه اللي يخلي العطر ده يبقى فيه فخامه ويعني ويخليك كده ايه. وعلى فكره هو كمان يعني بلس كده كمان هو في نوع من انواع الهدوء النفسي. انت قاعد كده رشش العطر ده مستمتع كده عارف كده، وفي كده نوع من انواع الهدوء النفسي، وفي نفس الوقت بيدي احساس بالفخامه والقوه. بس مش الاول المفروض ان احنا نشكر شركه امورني الاول ولا ايه؟ طبعا حابب ان انا اشكر شركه امورني، لان هي يا حبيبي هي الراعي الرسمي للحلقه دي. والعطر اللي انا بتكلم عنه النهارده هيكون متوفر هناك. طبعا لو انت عايز تروح هناك ممكن الخيل ده بس تقول له امورني هيطلع بيك على اكتوبر، ولو مكسل تاخد الخيل وتروح، فهيكون متوفر اونلاين لو انت عايز تخش على الابلكيشن او الويب سايت بتاعه. نخش على مكونات العطر ويلا بينا نبدا الجوله. العطر ده متصنف ان هو طبعا يعني يونيسكس، وهو انا شايف ان هو بنسبه 90% رجالي اكتر، ولا انت ايه رايك؟ انت اكيد متفق معايا يعني. تمام. العطر ده طبعا اول ما بنرشه تعالوا كده بقى نجرب مع بعض ونعيش التجربه الجميله دي في الاجواء اللي احنا فيها دلوقتي مع بعض. استنى بقى عشان نرش بقى. واو حاجه فخامه. خد تعالى هنا، الريحه مش عاجباك ولا ايه يا عم؟ دي الفخامه كلها. يعني عايز اقول لكم حاجه، رائحه عود عنبريه في منتهى الجمال. العود هنا ناعم وسلس جدا، يعني هو بيخش عليك كده بسلاسه، مش العود التقيل، رائحه عود عنبريه. عايز اقول لكم العطر يعني ما بيقعدش كتير ويتدرج معاك، لا هو تدرجه سريع جدا، بيبدا ان هو بيظهر معاك بقى رائحه ثانيه، هي رائحه هنا بخوريه شويه، رائحه البخور واللبان بتبدا ان هي تظهر في العطر. اللبان هو على فكره نوع من انواع الراتنجات، هي بتنمو على الاشجار وبتخش برضو في صناعه البخور، ويمكن هنا اللبان دخل كمكون لدعم الرائحه البخوريه اللي موجوده في العطر ده. وبتلاقي كمان رائحه الاخشاب كمان ظهرت معاك، فبتزود العطر جمال. ومن الواضح كمان ان تم استخدام صمغ العود هنا برضو في العطر ده، وبنلاقي بقى في العطر ده برضو لمحات من رائحه الجلود بس خفيفه جدا بتظهر على استحياء.
يعني نقدر نقول كده ان اللاعب الرئيسي في العطر ده نوتين مهمين جدا، رائحه العود الجميله الناعمه مع رائحه البخور، هما دول اكتر نوتين ظاهرين في العطر ده. عطر بيحسسك بفخامه وقوه، وطبعا زي ما احنا شايفين كده واضح ان يعني كل النوتات معظمها نوتات شرقيه، فالنوتات الشرقيه دي انا بالنسبه لي يعني ممكن ان احنا ايه لو هنربطها شويه نربطها بالاجواء اللي هي الصحراويه اللي احنا فيها دلوقتي، بالهواء الطلق، لان دايما الحاجات اللي هي النوتات الشرقيه بتكون تقيله شويه، ولكن هي هنا معموله بحرفيه، فدي بالنسبه لي بتديني الاجواء اللي احنا شايفينها دلوقتي هنا، اجواء الاجواء كمان اللي فيها يعني الخيل زي ما احنا شايفين، الخيل ده برضه رمز الفخامه والقوه. نستنتج من الكلام ده ان اللاعب الرئيسي في العطر ده نوتة العود، وهنا يا جماعة العود هو عود عنبري، يعني عود كده تحس ان فيه كده ايه، لان فيه برضو العطر داخل فيه نوتة العنبر، فانت هنا العنبر دخل مع العود فمخلي كده ايه فيه كده يعني سنة سكرية بس خفيفة جدا، فالعود العنبر كمان هنا دخل معاه، واضح ان هو مفرمله شوية مش مخلي ريحته صارخة وطاغية، لا ده هو هنا عود سلس وجميل جدا. يبقى اللاعب الرئيسي قلنا العود والرائحه البخوريه مدعومه برائحه اللبان والعنبر والاخشاب. طبعا العطر انا بحس ان جوتشي انتنس عود في جانب روحاني، حاجه كده بتحسسك بالهدوء بالراحه النفسيه، فحاجه جميله جدا، ودي حاجه جميله جدا في العطر ده انا شايفها، ان هو بلس ان هو ريحته فخمه جدا، هو كمان في الجانب الروحاني ده. رائحة البرفان ده يا جماعة عايز اقول لكم رائحة سلسة جدا، العود فيها هنا بيسرقك وبيخطفك، مش عود كده العود اللي هو اللي يقفلك، لا بالعكس حاجة سلسة بتتسلل اليك بتخليك تقع في غرام العطر ده. في بعض الحاجات اللي انا سمعتها وطبعا كل الاراء تحترم يعني، بس انا يمكن مش متفق مع الرأي ده، ان في ناس شبهت العطر ده بعطر اسمه بلاك افجانو. بالنسبة لي أنا شايف إن لا، ده جانب وده جانب. بلاك أفغانو عطر حاد جدا، يعني بيخش عليك كده اللي هو إيه يعني يقفلك، ده هنا عطر سلس ومرن وسهل في إن أنت ترش وترتديه. وطبعا كل الآراء تحترم، ودي وجهة نظري المتواضعة إن ده اتجاه وده اتجاه، يمكن بلاك أفغانو في يعني نوتة اللي هي نوتة القنب اللي هي الحشيش ظاهرة فيه أكتر، لكن أنا شايف بصراحة إن جوتشي انتنس عود سلس أكتر وسهل جدا. وبصراحة يعني أحيي البرفيومر اللي عمل العطر ده، لأن هو يعني استخدم هنا العود بحرفية شديدة جدا. إيه الأجواء بقى اللي تستخدم فيها العطر ده؟ أنا شايف إن هي أجواء الشتاء والخريف بامتياز، يعني وكمان خصوصا الأماكن المفتوحة، يعني زي ما أنتم شايفين إحنا دلوقتي يعني حبينا نعيش الأجواء بتاعة العطر معاكم، فبنصور في مكان مفتوح والجو فيه طبعا شوية برودة كده، عطر ممتع يعني، أنا رشه دلوقتي وقاعد مستمتع وحاسس إن أنا إمبراطور زماني. طيب اللبس المناسب، تلبس سيمي فورمال او فورمال، يعني ممكن تلبس لبس زي مثلا كده جاكيت بليزر حاجه شيك، والسن المناسب انا شايف ان السن المناسب من 25 وانت طالع، هو محتاج حد ناضج شويه. طيب نيجي للتقييمات بتاعتنا. الديزاين انا هديله 10 من 10 بصراحه، زجاجة في منتهى الشياكة، يعني حتى بصوا الغطاء بتاعها زي ما احنا شايفين بيجي بالمنظر ده كده اهو، وده كأن لكام او حاجة تمسك منها، حاجة شيك جدا باللون الاسود بيعكس الفخامة والشياكة وال يعني حاجة في منتهى الجمال. الاوتومايزر برضو بيوزع البرفان بشكل رائع ويا جميل، يعني خلينا نرش كده ونبسط نفسنا ونبسط الحصان اهو، حاجة واو بجد. تمام، ده بالنسبة للديزاين مفيش خلاف عليه. جمال الرائحة، جمال الرائحة من وجهة نظري المتواضعة، يعني بما ان الكمال لله وحده فانا كان نفسي اديله 10، لكن انا هديله من 9 ل 9.5، لان مفيش حاجة كاملة. نوتة صعبة جدا تم توظيفها بشكل احترافي، فبصراحة جمال الرائحة بالنسبة لي انا يعني وجهه نظري الشخصيه المتواضعه انا اديله من 9 ل 9.5، والجمهور لما دخلت شفت التقييمات وقريت الاراء هنا وهنا وشفت الناس كاتبه ايه، ما حدش قال لي يا جماعه عن 8.5 سواء رجاله او ستات. بصراحه العطر ده انا استخدمته فتره يعني حبه حلوين برضو قبل ما اصور عشان اشوف الانطباعات بتاعته، كل الناس اللي شمت العطر ده وقعت في غرامه. تعالى كده يا حبيبي، تعالى كده، كل الناس وقعت في غرام العطر ده،
يعني بصراحة حاجة في منتهى الجمال تستحق التجربة. وأنا حبيت حتى أبدأ معاكم السنة الجديدة بعطر أنا شايف إنه هو شيك جدا، أنا حبه جدا، وأسلط عليه الضوء بشكل مختلف وأعكس لكم الأجواء اللي هو ينفع فيها قوي. نيجي بقى لثبات العطر. ثبات العطر أنا بالنسبة لي يعني حاجة من جاي جدا لممتاز، ما يقلش عن كده. بيقعد معايا من 10 ل 12 ساعة على الهدوم، والجلد حوالي من 3 ل 4 ساعات، فهو ثبات في منتهى الجمال مفيش خلاف. زي ما أنا قلت طبعا إنه هو عطر للجنسين، والثبات تحفة. الفواحان برضو بالنسبة لي أنا هديله يعني الثبات طبعا أنا هديته 9 من 10، الفواحان هديله من 8 ل 8 ونص، بيشتغل معاك حوالي من ساعتين لثلاثة بشكل كويس جدا. وأنا كمان برشح العطر ده إن أنت تستخدمه في الأماكن المفتوحة، بيكون رائع، أو الأماكن اللي هي المكيفة. الأماكن طبعا اللي أنت تحب إنه أنت عايز تستخدم فيها العطر ده أو ترشه، الأجواء المفتوحة زي اللي احنا فيها دلوقتي، ممكن تستخدمه في أماكن العمل الرسمية، ابعد عن الجانب الكاجوال. ده بالنسبة لي الجانب الخاص بالتقييمات. إجمالي تقييمي لجوتشي انتنس عود هيكون 9 من 10، ودي كانت نهاية رحلة جوتشي انتنس عود. بشكركم جدا وكل سنة وانتم طيبين. في ناس كتيرة جدا عايز ان انا اشكرها طبعا، يعني احنا خدنا مع بعض رحلة جميلة جدا في 2022 كان فيها ريفيوهات كتير، وطبعا الحمد لله احنا كبرنا بدعمكم، وحابب ان انا اشكر كل واحد كتب كلمة حلوة دعمني بيها، لان بجد يا جماعة الكلمة الحلوة بتفرق دايما، بتخليك ان انت تتطور، تشجعك لقدام. فبشكر كل واحد يعني كتب كلمة حلوة ودعم البرنامج، لان بجد احنا فعلا بنكبر بالدعم بتاعكم، وكبرنا بالدعم بتاعكم، وطورنا بالدعم بتاعكم. ولكن في بقى اشخاص بصراحة انا عايز ان انا اشكرهم، يعني الناس دول هم يعني كان ليهم فضل كبير عليا. الناس دول هم شخص بصراحة حببني في العطور جدا، وهو ليه فضل عليا فان هو دخلني عالم العطور وعرفني بحاجات حلوة جدا، دكتور رائد سلامة. الراجل ده انا بشكره لان هو فعلا يعني بجد كان ليه فضل عليا كبير، وكان دايما بيخليني اتعرف على عطور كتيرة جدا، يعني كان من اوائل الناس اللي هم المشجعين ليا وعرفني بعطور كتير جدا. فانا حابب ان انا اشكرك جدا يا دكتور رائد. ومن الناس اللي انا برضو كان ليهم فضل عليا وعايز اشكرهم جدا، استاذ بدوي محمد، وهو صاحب ومدير شركة امورني. الراجل ده بصراحة يا جماعة عايز اقول لكم دعمني جدا جدا، وعايز اقول لكم كان يعني عايز اقول لكم كلام مهم اتقال، ده اللي بصراحة حمسني جدا ان احنا نعمل الدعوة مع بعض. لما جه اتكلم معايا وقال لي ان انا عايز اكون راعي رسمي للبرنامج، قال لي كلمة انا مش قادر انساها لحد دلوقتي، وبصراحة الكلمة دي هي اللي خلتني فورا ان انا يعني خلاص انا حابب ان انا اشتغل مع الشركة دي، لان انا حسيت ان هي فعلا شركة يعني ماشية بمعايير احترافية. قال لي انا مش الغرض من الريفيوهات يا جماعه، يعني ان احنا عمر نوضح ان يعني عايزين نبين المصداقيه للناس، عايزين نعكس تفاصيل العطر زي ما هو. انا عايز اعمل مكتبه عطريه. فبصراحه ان انا يعني بجد انا بشكرك وبحييك دايما على دعمك المستمر للبرنامج، وبحييك على المصداقيه، لان الغرض ما كانش ان انا عايز ان هو يعني مش عايز يعمل ريفيوهات علشان خاطر ان هو يبيع. الراجل ده كان عايز ان هو يوضح للناس تفاصيل العطر بشكل يعني احترافي، وفي نفس الوقت يوضح كل حاجة بالتفصيل. وقال لي قول إذا كان العطر يعني لو في أي مشكلة قولها علشان كل حاجة تبقى واضحة للناس، يعني الثبات ده لو بيقعد ساعة واحدة احنا عايزين نقول كده. فأنا بوجه لك الشكر والتحية من خلال البرنامج، وبشكرك دايما على الدعم اللي انت بتقدمه لي. ويعني بصراحة يعني من ضمن نجاح البرنامج ان انت حضرتك كنت واقف في ظهرنا ودايما داعم لينا. بشكر مسؤول السوشيال ميديا كريم الديب طبعا، على يعني طبعا انا لازم ان انا اشكر الناس اللي هم يا جماعة ورا الكواليس، لان طبعا في ناس والله يعني فريق كبير جدا يستحق الشكر ورا الكاميرا، وناس بتشتغل معانا. كريم الديب هو مسؤول السوشيال ميديا. بشكر مروان على المونتاج، بشكر عمر على المونتاج، واخيرا بشكر الجندي المجهول اللي دايما بيتعب معايا وبيصور وماسك وبيروح وبيعيد وبيزيد، هو المخرج، مخرجنا الجميل طارق خليل. بشكرك جدا يا طارق، انا يعني كان نفسي ان انت تطلع معايا، بس هو يعني قاعد بتبهدل معانا في الصحراء دلوقتي وقاعد على الرمله اهو زي ما احنا شايفين. فبشكرك يا طارق طبعا، وكان لازم ان انا اوجه لك الشكر ده من خلال البرنامج. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه دي، وزي ما الحصان الجميل ده استمتع معايا بالبرفان،
وان شاء الله هشوفكم في ريفيوهات كتيره جدا في 2023. يا رب سنه حلوه علينا كلنا ونحقق كل اللي نفسنا فيه. واوعدكم ان شاء الله هيكون في ريفيوهات كتير، هنحاول ان احنا نصور في اماكن خارجيه نربطها بالعطر زي ما ربطنا عطر النهارده بالاجواء اللي احنا فيها الجميله دي. بشكركم جدا واستنوني في حلقه جديده مع ريفيو جديد. انا رايح شركه امورني. سلام عليكم.